مرحبا بكم أصدقائي، لقد رجعت لكم بفيديو تاني. الطريقة الصحيحة للتسجيل في موقع أو تطبيق شي إن، اليوم سأشرح لكم بسهولة، عليكم فقط أن تتبعوا الفيديو إلى النهاية. الآن سندخل إلى التطبيق. كما ترون نحن الآن على تطبيق شي إن. هذا سنحاول الخروج من هنا لأريكم كيفية تحميل التطبيق. نذهب إلى جوجل بلاي ستور، ندخل هنا ونكتب هنا شي إن كما ترون شي إن. بقت لنا هذه النافذة، يمكن أن تكتبوا على حسب أي دولة عندهم فيها. شيئاً أنا في المغرب سأكتب شيئاً ماروك، أو إذا كنت تتواجد في دولة أخرى يمكن أن تكتب شيئاً UK أو شيئاً US. كما ترون هناك العديد من الخيارات، أو ممكن أن نكتب اللغة العربية هكذا شي ان كما ترون، فهو يعطيني في الاختيارات كما ترون. انا سادخل هذا التطبيق، فهو الذي يحولني الى الولوج، الى مكتوب عليه شي ان ماروك. ندخل هنا، المهم سأحاول الخروج من حسابي لأشرح لكم الطريقة. أحاول الخروج من هنا، سأعمل ديكونكتي. الآن نحن في هذا الواجهة، سنحاول تغيير اللغة للغة العربية ليكون على الناس عن تطبيق. الآن سيحولنا إلى اللغة العربية شيئاً كما ترون. تنبثق لي هذه الرسالة، تسجيل الدخول لتلقي القسائم أدنى. سنعمل جمع الكل، لكن نحن نريد أن نتسجل في الموقع الآن. هنا يوجد لدينا تسجيل الدخول وتسجيل الاشتراك، نحن نريد تسجيل الاشتراك، فننقر هنا تسجيل الاشتراك. كما ترون هو الموقع يعطيني موروكو، لأنني أنا البلد المتواجد فيه هو المغرب. إذا كنتم تتواجدون في بلد آخر يجب عليكم فقط الدخول هنا وتغيير البلد كما ترون، فأنا سأتركها هكذا. هنا يعطيني أن أدخل عنوان البريد، فسأحاول أن أدخل البريد الإلكتروني. كما ترون أدخلت العنوان البريدي وكلمة سر. سأفعل تسجيل الاشتراك. كما ترون أصدقائي لقد تم التسجيل بنجاح وبسهولة جدا. أهلا وسهلا بك في شيئاً. الآن يقول نتحقق من صندوق الوارد الخاص بك للحصول على قسيمتك ومكافأتك. الآن سنذهب إلى البريد الإلكتروني ونرى الرسالة التي وصلتنا. كما ترون نحن في البريد الإلكتروني، لقد وصلتنا هذه الرسالة. مرحبا بك في شي إن، هذه الرسالة يرسل لك الموقع، يرحبون بك. كما ترون احصل على خصم 15% من طلبك الأول، ويعطونك رمز الكود تدخله على طلبيتك الأولى. كما ترون أصدقائي بعد هذه الرسالة نعمل تأكيد.
الآن يمكننا بسهولة الدخول إلى حسابنا. يعطيني هنا لأدخل كلمات المرور. أنقر تسجيل الدخول. كما ترون نخرج من الإعدادات، والآن نحن على واجهة التطبيق. الآن يمكنني بسهولة أن أطلب أي شيء من متجر شيئاً. كما ترون هو متجر كبير يتوفر على العديد من الأقسام. هناك قسم المقاسات الكبيرة، وهناك قسم الأطفال، قسم رجالي أيضا، وقسم التجميل لكل من هو مهتم بالمواد التجميلية، وأخيرا المنزل والحيوانات الأليفة. وصلنا لآخر الفيديو، أتمنى أن يكون أعجبكم. إذا استفدتم قليلا لا تنسوا تفعيل زر الاشتراك والإعجاب بهذا الفيديو والمشاركة مع أي شخص مهتم. وأتمنى لكم يوما سعيدا. شكرا.